آخر إحصائية رسمية وردت اليوم من دائرة الصحة العامة من المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية هي كالتالي، وأنا أتكلم عن أعداد سجلت منذ بداية العام 2022. تسجيل 171 إصابة، 171 إصابة مؤكدة بالحمى النسفية، من هذا العدد 32 حالة وفاة على الأقل. هاي النقطة اللي لازم تكون واضحة، أنه حالات الوفاة من ضمن الإصابات اللي ذكرتها. طبعا في نفس الوقت أيضا تقريبا نصف أو أكثر من نصف الإصابات تماثلوا للشفاء. توزيع الإصابات على المحافظات، طبعا كما تفضلت في بداية البرنامج، ذي قار مع الأسف هي أكثر الإصابات فيها، 66 إصابة في ذي قار، منها 17 حالة وفاة. بعدها ميسان 22، ومن ثم واسط 18، ثم بابل 16، بعدها المثنى 12، ثم الديوانية 7، وبغداد الكرخ 7. أنا أتكلم عن إصابات سيدي، وكربلاء 5 إصابات، والرصافة 4 طبعا تضاف إلى الكرخ أيضا كمحافظة بغداد، البصرة 3، وكركوك ونينوى والنجف وأربيل كل محافظة إصابتين، والأنبار وديالة ودهوك كل محافظة إصابة واحدة. إذا تحب أعطيك توزيع حالات الوفاة أيضا، 17 في ذي قار، واثنين في كل من ميسان وواسط وبابل، وأربع حالات وفاة في المثنى، وأيضا حالتين في الكرخ، وحالة واحدة في كل من الرصافة وكركوك وأربيل، المجموع 32 الله حالة يرحمهم. وفاة في الحمى. الله يرحمهم. هل لكم مخاوف دكتور أن الموضوع يتوسع عن اللي هو به؟ إن شاء الله لا. احنا نتمنى أنه يكون لا، لكن لازم نفكر بشكل موضوعي. لا، المخاوف موجود، لذلك وزارة الصحة وفضائيتكم من المتابعين، يعني احنا من أشهر من أسابيع علينا الخطاب وكررنا في وسائل الإعلام من خطر الحمى النسفية اللي هي موجودة. العام الماضي سجلنا إصابات وفيات، وقبلها وقبلها تذكرون في 2018، لكن هذه الزيادة غير مسبوقة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. طبعا تفسيرها وأسبابها البيئية والمناخية اللي تفضلت، يعني هاي نتركها للخبراء، لأن هذا العمل يعني متعدد الاتجاهات. إحنا دورنا في وزارة الصحة، هاي النقطة خلي تكون واضحة لحضرتك ولكل المشاهدين، حتى الناس تنصفنا في معرفة دور وواجبات وزارة الصحة. احنا دورنا هو الكشف، يعني التشخيص، وتعرف حضرتك هاي الحالات شخصناها من خلال ملاكاتنا من خلال مختبر الصحة العامة المركزي، وعندنا خبرة عظيمة متراكمة من 50 سنة احنا نتعامل ويا مرض. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني لوزارة الصحة هو بعد ما اكتشفنا الحالة وتقديم الرعاية الطبية، وهنا التحدي. أنا ذكرت لحضرتك نصف الإصابات تماثلوا للشفاء، ليش؟ لأن شخصناهم في مرحلة مبكرة. إحنا مشكلتنا أغلب أو جميع حالات الوفاة اللي صارت لأن المريض ينتظر يتلكى أو يتعاجز أو ربما لجهل عدم معرفة يتأخر في مراجعة المؤسسة الصحية. الأعراض حتى الناس تستفاد باختصار شديد هي ارتفاع درجات الحرارة من اسمها حمى، آلام في مناطق مختلفة من الجسد، إعياء، ربما مغص معوي. هاي المرحلة سيدي الكريم، هاي يعني أنا راح أكون سعيد جدا إذا غاية وجودي معك اليوم وصلت هالمعلومة. بهاي المرحلة إذا شخصنا المريض فاحتمالية الشفاء عالية جدا جدا، والدليل على كلامي أنه نص ال 171 هم تماثلوا للشفاء تام وغادر. إذا تأخر المريض وصل إلى مرحلة النزف تحت الجلد أو النزف من فتحات الجسم، لا، هنا المشكلة راح تكون معقدة أكثر، احتمالية الوفاة كما تفضلت من 40% وفوق.